واحدة، كلنا كنا بنحب بعض وكلنا كنا قريبين من بعض. البطولة دي كنا دايما نتكلم مع بعض، يا جماعة احنا اللي هينجحنا وكده، وبينجح أي حاجة أي عمل في الدنيا، اللي احنا كلنا بنبقى إيد واحدة وكلنا بنحب بعض وقريبين من بعض وكلنا بنخاف على بعض ونشيل بعض. فالحمد لله دي الكابتن شوقي كمان كان بشكره عليها بصراحة، كان بيكلمنا فيها كتير قوي، قال لنا انتوا مش هتنجحوا لما تكونوا في مع بعض وايديكم في ايدين بعض، والحمد لله ده اللي نجحنا وده اللي خلانا كده في بس المكان اللي اصعب احنا ماتش فيه. كنت خايف منه ايه؟ انا في الماتش النهائي الواد وهو طالع بتاع ساحل العاج ولما لكز الكرة انت حسيت بايه؟ يعني دي بتبقى مسؤولية يعني. هي بتبقى مسؤولية بس لا مفيش ماتش لعبته الحمد لله كنت خايف، لان انا كنت انا معانا رجالة، انا عارف اللي احنا هنكسب، احنا رجالة وبنتعب واكيد ربنا بيكافئ كل واحد بيتعب. احنا كلنا تعبنا وكلنا اجتهدنا وكلنا بذلنا اقصى حاجه عندنا، فاكيد ربنا كان هيكرمنا. فانا الحمد لله ما كنتش خايف لان كنت عندي ثقه في زمايلي وعندي ثقه في نفسي اللي احنا ان شاء الله ربنا عمره ما يخذلنا.